أنا مع القرار في حال كان المحافظ يخدم الشعب، أما إذا كان المحافظ يشتغل لمصالح شخصية وهو ضد يشتغل ضد يعني ضد الشعب وضد الحكومة الاتحادية اللي هي مسيطرة حاليا على الحكم، أنا ما ضد هذا القرار بصراحة. موضوع الحكومة المحلية أمر لابد منه، ولابد أن تتوج الانتخابات المحلية بتشكيل حكومة، لكن في حالة كركوك إذا لم تكن هنالك توافق سياسي ما بين جميع الذين يدورون دفة الحكم، وقضية التشارك يجب أن تكون متوازنة ويجب أن تكون تخضع للمعايير التي تحفظ خصوصية هذه المحافظة، أعتقد سوف تنعكس سلبا على المسار تقديم الخدمات، لأن اليوم الصدى السياسي في المحافظات يختلف عن بغداد، سرعان ما يكون لديه انعكاس على وضع الشارع. والله هي السياسة ما تنحزر، بس هي كلها اتفاقات طبعا حسب المحاصصة، وهذا وكل الأحوال المواطن هو يعني ما له حصة مثل ما يقول، هو خسران يعني، ما استفادنا شيء احنا من كل الحكومات اللي اجت من بدايتها لنهايتها، والدليل انه انا موظف احكي لك مثلا ما حصلنا شيء، لا زياده رواتب لا سلم رواتب، لا المواطن بكل الاحوال هو الخسران. حياكم الله. كركوك ذلك العراق المصغر بكل أطيافه ومكوناته، مدينة حالمة تفصل بين الوسط والشمال ولا تنفصل عن خلافات بغداد وأربيل. طموح أحزابها غير منقطع النظير، تارة ينادي بها العرب السنة وأخرى ينادي بها الأكراد، وبينهم مكون تركماني يرفرف براية الاستحقاق. أكثر من 8 أشهر والخلافات تتسيد المشهد، لا حوارات ولا اتفاقات ولا حتى وساطة أجلست المتخاصمين على طاولة واحدة، حتى جاءت ليلة الرشيد التي قلبت الموازين. يكتي يناور البارتي ويحصد منصب المحافظ، ورئيس المجلس ينقلب على استحقاق حزبه ويطرد بعدها، وجبهة تنادي بعدم دستورية الجلسة وتهدد باللجوء إلى القضاء. إذن هي ولادة قيصرية أنجبت انشقاقات سياسية وخلفت اعتراضات شعبية، فهل سيكون الاستقرار حاضراً برضا جميع الأطراف؟ أم أن كل المكاسب الأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية ستكون في دائرة الخطر إذا ما استمرت مغامرات بعض الأطراف؟ ملفنا الأول راح يكون عن الولادة القيصرية للحكومة المحلية في كركوك وما رافقها من مواقف وانشقاقات وتأييد واعتراض سياسي. محور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع عضو الجبهة التركمانية الأستاذ نزار كوبرلو، حياك الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. كما ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في الأكاديمية الدكتور محمد عامر الديرشوي، حياك الله دكتور. حياكم الله ست فرح، تحياتي لك ولضيفك الكريم. اهلا وسهلا. حياك الله، حياك الله، اهلا وسهلا. ابدا معك استاذ نزار وابدا من ما جرى في كركوك، شنو راي حضرتكم كجبهه التركمانيه؟ نحن كجبهه التركمانيه العراقيه وقائمه جبهه تركمان العراق الموحد، نعم، الممثل الشرعي عبر صناديق الاقتراع في مجلس محافظه كركوك انتخابات الاخير. نحن نرفض جملة وتفصيلا ما جرى في فندق الرشيد
حيث يعد خرقا سياسيا واضحا. هو شنو اللي صار في فندق الرشيد؟ اللي صار في فندق الرشيد اولا عدم دعوه بقيه الاطراف في كركوك كالمكون التركماني وكالحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاطراف من المكون العربي، هذا اولا. ثانيا بعد من اللي حضر استاذ؟ فصل لي اياها واحده واحده حتى اقدر افهم. حضر لا انتوا لا البارتي ولا العرب، من اللي حضر لك؟ حضر اليكتي وحضر المكون العربي عندهم 6 اعضاء، حضر 3 من عندهم. زين. وخلصه وخفيه عقدوا اجتماع بدون تبليغ بقيه المكونات. عقد الجلسه في خارج محافظه كركوك يعني غير مبرر قانونيا. ثانيا عندما عقدت الجلسه الاولى في مبنى محافظه كركوك الجلسه رفعت ولم تكن جلسه مفتوحه، فعليه عند عقد جلسه ثانيه يتطلب بتحرير طلب الى رئيس السن. رئيس السن يملك الاهليه القانونيه ولا يمكن لاحد غيره ان ينتزع هذه الاهليه. انتم كمكون تركماني صار لكم 8 اشهر، ما عرفتوا تتحالفون ويا مكون اخر وتاخذون المحافظ؟ كان هنالك تحالف تحقيق النصاب زائدا 1، ولكن مخرجات مجلس إدارة كركوك برئاسة السيد محمد شيع السوداني نصت على التوافق بين كل مكونات كركوك بدون إقصاء أو تهميش، ولا هو كان التحالف موجود عند أغلبية أعضاء مجلس محافظة كركوك. أرحب بحضرتك دكتور محمد مرة أخرى أستاذ محمد عامر. الاتحاد الوطني حاز على منصب المحافظ، هذا تم بالاتفاق مع الديمقراطي لو تم ضرب الاستحقاق من وجهة نظرك؟ شنو اللي صار في فندق الرشيد بالضبط؟ سلام أستاذ فرح مرة أخرى. لاحظ يا أختي يعني كمقدمة إلى الموضوع علي أن أقول مهمة حكماء القوم هو العمل من أجل الاستقرار ومنع الفوضى، والإخوة أعضاء مجلس محافظة منتخبون من الشعب، من المفترض أن يكونوا من حكماء القوم. لكن أقل ما يمكن أن يقال عن اجتماع فندق رشيد بأنه تسبب في الفوضى. هذه الفوضى من جهة لا تأتي في خدمة أهالي كركوك. نحن الآن جالسين هنا صدفارح لا نتحدث عن معاناة أهل كركوك ولا نتحدث عن معاناة أولئك الذين طردوا من ديارهم على عهد صدام حسين، بمعنى آخر تنفيذ دستورنا. نحن نتحدث عن فوضى تسبب بها حقيقة من المفترض أن يكونوا من حكماء القوم، وهذه الفوضى تأتي في فترة السيد رئيس الوزراء كان منهمك مشغول بعملية إعادة بناء الثقة بين المكونات سواء على مستوى العراق ككل، مثل ما يقوم به السيد مسعود بارزاني زيارته إلى بغداد، التقائه بلقائه مع الأطراف السنية مع الشيعية لذبذبة الجليد سواء بين الأطراف السنية أو الأطراف الشيعية، بالذات في هذا الوقت الرجل رئيس الوزراء مهتم بالموضوع، يدعوكم إلى الاجتماعات، يدعو الأطراف الأخرى للاجتماعات، يعقد اجتماع بهذه الطريقة، إشكالية قانونية، رئيس المجلس لم يبلغ على الرغم من أنه رئيس المجلس، أقصد هنا رئيس بالسن، كان من المفترض هو أن يكون من يدعو إلى الاجتماع وهو من يترأس الاجتماع لغاية انتخاب رئيس مجلس جديد. ثم تم تهميش المكونات، يعني أولا نحن في دولة ديمقراطية توافقية، هذا ما ينص عليه الدستورنا، ونحن لسنا دولة ديمقراطية توافقية الوحيدة بالعالم. أنا أتفق وياك بأنه نحن دولة توافقية، لكن صارنا 8 أشهر ولا حكومة محلية في كركوك، الأوضاع الأمنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية غير مستقرة. يعني حضرتك تقول سنة توافق، طيب إيش وقت؟ ست فرح مو رئيس الوزراء مشغول بالموضوع خطية، يعني هو يدعو الأطراف إلى الاجتماع يحاول، نحن بحاجة إلى بناء الثقة خاصة في كركوك، في العراق ككل هناك يد خفية تستفيد من تفرقتنا، تستفيد من الفوضى. عندما ننهمك في هذه الفوضى مثلا اليوم
لا نجلس نفكر بشكل منطقي كيف نخدم أهالينا في كركوك. نحن مشغولين بفوضى الآن، أنا وأنت وضيفك الكريم. نفيد من هذا المشروع العراقي والمشروع اللي كان يقوم به سيد شياع السوداني، محاولة تقريب وجهات النظر بالذات في هذا الواقع. تحاول أن تقوم بعمل نتيجته الفوضى، هذا ليس في خدمة ولكن لا في خدمتك كحزب. صحيح. ولا في يعني أساسا ما عدا ريان كلداني، حتى رئيس الوزراء يعني المجلس التنفيذي، عفوا المحافظ مهمة تنفيذية مرتبط كثيرا برئيس الوزراء، يعني لاحظي حتى رئيس الوزراء ما بارك ولا هنا. وهي كركوك دكتور محمد عامر، نعم عندك مشكلة مكون. هذا في مصلحة من؟ طيب تفضلي. أنا أقول لك في مصلحة من. هسا أكو رأي شارع، والشارع هذا دائما ينتقد. كركوك مجهولة الهوية، يعني هسا أنا إذا سألتك السؤال الافتراضي من وجهة نظركم أنتم كبارتي، كركوك شنو هويته؟ لاحظي كركوك مدينة عراقية بغالبية كردية، هذا ما تفرز عنه نتائج الانتخابات أيضا. لكن كان هناك من أجل يعني لأنه في مرحلة، نحن في مرحلة فقدان الثقة، أزمة خاصة، سميها ما سميتي، نحن بحاجة إلى الحلول. ومن ضمن هذه الحلول اللي كان قدمها السيد مسعود بارزاني وهو يجتمع مع الأطراف، يعني كان من الممكن أن يعقدوا هكذا أغلبية لكن بغياب آخرين، وما عقدوها. هذا أقصد هنا الأطراف العربية، تركمان، الديمقراطي الكردستاني. للأسف الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت كان الرئيس سيد رئيس مجلس الوزراء سيد مسعود البارزاني منهبك لمحاولة تقريب وجهات النظر، ذهبوا فجأة وباجتماع. يعني هذا مشكلتكم أكبر من أن تقرب بوجهات نظر دكتور محمد. لنتحدث بصراحة، المشكلة اليوم باتت بين اليكيتي والبارتي مشكلة كبيرة جدا لا حل لها. تتفق بنعم أو لا حتى انتقل للضيف الكريم؟ لا 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 حل لها بالتأكيد، لا أتفق، لكن نعم هناك مشكلة بدأت بتدخلات من خارج أقليم الكردستان، تبدأ منذ موضوع اختيار رئيس المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية العراقية. في وقته للأسف بعض الأطراف تدخلت بين الحزبين ونصت على أنه من الغير ممكن أن يكون رئيس مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية من أربيل. فهذا التدخل حقيقة أزم من الوضع. يعني هذه أحزاب سياسية أختي، الأحزاب السياسية ممكن أن تتفق لكن بالتأكيد لديها خلافات، لكن هذه الخلافات في كل الأحوال لم تخصم ظهر البعير. كانت هناك حكومة في أو ما زالت الحكومة في أقليم كردستان هي بقيادة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير. نعم. إذن الوضع حقيقة ليس سيء إلى هذه الدرجة، بالعكس. طيب. يعني العمل المشترك ما زال موجود إلى هذه اللحظة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. حتى بعد ما أخذوا كركوك دكتور محمد عامر، حتى بعد ما أخذوا كركوك اليوم الاتحاد المحافظ لهم. عفوا بس إذا تتفضلين سؤالك مرت له خلاص. أنا قلت لك حتى بعد ما أخذ الاتحاد اليكتي أخذ منصب المحافظ، هسه أنتم اليوم لا حاضرين في فندق الرشيد، ولا التركمان حاضرين، ولا بعض العرب حاضرين، واليكتي ضرب كل هاي عرض الحائط. بعدك تقول لا توجد خلافات بين البارتي واليكتي؟ هذا سؤالي باختصار لو سمحت حتى انتقل للضيف الكريم. لا لا، أنا أولاً قلت هناك مشاكل، لكن هذه المشاكل ليست مستعصية إلى درجة أنه الحزبين لا يتحملان بعض. بدليل حكومة أقليم كردستان، نائب رئيس حكومة أقليم كردستان، نائب رئيس يعني الوزراء، رئيس الأقليم، هؤلاء من الاتحاد الوطني الكردستاني. ونحن كنا في فترة فيما يخص كركوك، السيد رئيس الوزراء والسيد مسعود بارزاني كانوا من المهمين عملية إعادة بناء الثقة. وضحت الفكرة، لكن 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 لم ينجحوا أيضاً. حتى هذه اللحظة دكتور محمد عامر تسبب في الفوضى. أي وضحت الفكرة. إذن أستاذ نزار أسألكم،
وبصراحة وبتجرد، كركوك شنو هويته من وجهة نظر التركمان؟ كركوك قبل كل شيء هي مدينة عراقية. اتفقت ويا أستاذ محمد عامر على هذه النقطة. نعم. لكن هويتها شنو؟ كهويتها كتراث كتاريخ تركماني، مدينة كركوك مدينة عراقية بهوية تركمانية. نتائج الانتخابات هذه مشكوك في صحتها. أكثر من 300 ألف ناخب من خارج مدينة كركوك شاركوا في الانتخابات، وهذا ليس رأينا، رأي وزارة التجارة بكتاب إلى كركوك. 300 ألف ناخب أخرجوا بطاقات الناخب بالاعتماد على البطاقة التموينية من خارج مدينة كركوك، فضلا عن التغيير الديموغرافي. هذول مين ومنو جابهم وشون دخلوا داخل مدينة كركوك؟ من خارج مدينة كركوك، تغيير ديموغرافي. من منو؟ من عرب، من أكراد، من منو؟ من الأغلبية من الأكراد والعرب جوي بعد ما صارت حرب داعش نازحين، بس الأغلبية هم من الأكراد. يعني مو المكون التركماني هو اللي ما راح بنفسه حتى ينتخب؟ المكون التركماني أيضا هم مراح. مراح المكون عندك ما شارك، لذلك الانتخابات بس صارت فرصتها ضعيفة للتركمان. بس أكو فرق بين وين 300 ألف ناخب من خارج مدينة كركوك شاركوا في الانتخابات، وين نسبة من المكون التركماني أيضا لم يذهبوا من الانتخابات، يعني فرق جدا كبير. زين، فوضية الانتخابات أيضا كشف، يعني الناخبين ما صوتوا، أنتم ما قدرتوا تتحدون وبقية الأطراف حتى تأخذوا المنصب المحافظ. نعم. يعني المشكلة مشكلة تركمانية، سكانة سياسية غير سياسية. هل من المعقول 8 أشهر ما قدرتوا تلقوا لكم أطراف أخرى حتى تتحدون وياها وتاخذون منصب المحافظ؟ لا، المكون هسه عندك البارتي، ليش ما ذهبتم للاتحاد مع البارتي؟ مع البارتي احنا قلت لك احنا كنا محققين النصاب، اثنين من الجبهة التركمانية واثنين من البارتي وخمس اعضاء من العرب، ولا حققنا النصاب، النصف زائد واحد 9 اعضاء، ولكن قالوا لازم التوافق واشراك كل الاحزاب وكل المكونات، كان يكتي خارج هذا شو اسمه التحالف، ونصت مخرجات إدارة كركوك. نتائج انتخابات لو توافقات سياسية، نلغي كل الانتخابات في كركوك. نعم. وتقعد الأطراف السياسية تتوافق على المنصب وعلى المحافظة ومجلس المحافظة. نجري الانتخابات. نجري الانتخابات، ولكن نجري انتخابات عادلة، انتخابات شفافة، انتخابات نزيهة بتدقيق سجل الناخبين. مفوضية العليا المستقلة للانتخابات كشفت أن هناك 800 عينة لأشخاص بطاقاتهم الناخب متكررة، من عدا الغلط والخطأ اللي صار في سجل الناخبين. زين، احنا من نطالب بمنصب المحافظ بتدوير السلطة. ليش هذا هسه الموضوع انثار؟ ليش ما ثاريته وقت الانتخابات؟ من 2005 لحد الآن لم تجري أي انتخابات. هاي هسه الانتخابات، ليش مو بالشهر الأول؟ صار هاي أكثر من 8 شهر. طالبنا قبل المتجه الانتخابات، طالبنا بتأجيلها، ولكن القرار السياسي في العراق في ذاك الوقت كان تمضي باتجاه تمرير الانتخابات. صارت الانتخابات بعد الانتخابات، طعنا بعد الانتخابات. قدم السيد حسن توان رئيس الجبهة التركمانية العراقية بشكوى إلى المحكمة الاتحادية بتدقيق سجل الناخبين، وكان القرار لصالحنا بأنه أي انتخابات مستقبلية في كركوك سوف لن تجرى بدون تدقيق سجل الناخبين. هذا دليل، وهذا يعني معناته أنه هناك خروقات كبيرة في سجل الناخبين. صحيح، لكن معناها هذه الانتخابات راحت عليكم الفرص، لازم تقعدون ويا بقية الأطراف وتتحادثون وتوصلون إلى اتفاق. ليش ما اتحدتوا ويا الاتحاد الوطني الكردستاني؟ شنو كان خلافكم؟ الاتحاد يريد اختزال محافظة كركوك كلها بالاتحاد الوطني الكردستاني، واحنا ما نقبل هذا الشيء. يعني شنو نوع؟ يعني شنو نوع كركوك الاختزال؟ يعني كركوك مو بس بيها اتحاد الوطني الكردستاني. كركوك بيها مكون التركماني، بيها مكون العربي، بيها حزب الديمقراطي الكردستاني، مدينة تعايش سلمي. كنا نأمل من اتحاد الوطني الكردستاني. يعني ما يعني يختزل؟ هسه هي غصبا على يرضى والما يرضى، كركوك بها أكراد وبها عرب وبها سنة وبها بقية الأطراف وبها مسيحيين. وين التوافق تشكيل؟ وين يعني التوافق تشكيل الحكومة؟ سياسي؟ اي نعم، وين التوافق بتشكيل الحكومه؟ المفروض كان اكو توافق متساوي بتشكيل، وفضلا عن ذلك قانون 13 من قانون الانتخابي الموحد بانه يتم توزيع المناصب والاداره المشتركه في كركوك بالتساوي بين المكونات بغض النظر عن الاوزان الانتخابيه. زين، ليش ما رحتوا تحدوا يا العرب؟ شنو مشكله العرب؟ وماذا جرى مع العرب في فندق كركوك؟
لانه هسه اجى واحد من سياده وبعدين طرد من حزب سياد. زين شنو الفكره؟ تدخل احد القيادات السياسيه والتلويح بكركوك كورقه مساومه، هذا اللي صار. من اللي تدخل؟ من اللي يساوم؟ ما عاد افهم. تدخل قيادات سياسيه واستخدمت كركوك كورقه مساومه. واستخدمتها ضد منو؟ بين العضو اللي طرد من الحزب السياده من راح؟ الكل زين. وساومت على كركوك المنو؟ لصالح منو؟ انتم كتركمان؟ لا، الى صالح المكاسب السياسيه، الى جهه سياسيه. وانتم التركمان شنو وضعكم من كل هذا؟ تم تهميشنا يعني. زين، تم تهميشكم. اذا استاذ محمد عامر، التركمان تم تهميشهم، اليوم البارتي تم تهميشه بشكل واضح وصريح. نعم، مجرد عدم دعوة فراكسيون أو يعني النواب أعضاء المجلس من الديمقراطي الكردستاني إلى الاجتماع هو أيضا تهميش. وحقيقة أؤكد مرة أخرى يعني حتى المستمع أو المشاهد يدرك معنا وأركز على المادة 13 من القانون الانتخابي، بالفعل بسبب وضع كركوك، يعني كركوك حالة استثنائية من ناحيتين، أولا هي مناطق متنازعة عليها يجب العمل وفق المادة وفق الدستور العراقي وإجراء استفتاء في كركوك حول تحديد الهوية كي يحدد سكان كركوك الهوية. أنا من دوك لا يحق لي أن أحدد هوية كردستان، أنا أدعي بأن كركوك غالبيتهم كردستانيون، لكن هذا الأمر يترك إلى لأهالي كركوك. خلال هذه الفترة إلى أن يحسم هذا الأمر لا يجوز تهميش مكون معين ولا قائمة فائزة معينة. هذا التهميش حقيقة اللي تسبب في الفوضى، يعني احنا ما كنا ما اعرف شنو الاستفادة، والله بس افكر اريد افتهم شنو استفدت ما عدا تهنئة من ريان كلداني، يعني لا رئيس الوزراء يبارك لك، لا عذرا، لا الجهات العراقية الأحزاب العراقية تباركك، يعني حتى المرسوم الجمهوري ما أعرف، أتمنى أن يكون السيد رئيس الجمهورية يتصرف بحكمة ويمنح الوقت لهذه الأطراف التي تسببت في الفوضى. دكتور محمد عامر، بصراحة هذا رد ثأر لما فعله البارتي في الماضي بتشكيل التحالف الثلاثي؟ هل لا زلنا نعاني من هذه الآثار؟ وبصراحة لا 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 ست فرح، مو البارتي والاتحاد الوطني موجودين بحكومه واحده بحربي، هسه نائب نيشيفان بارزاني مو ياكيتي مو اتحاد وطني، نائب مسؤول رئيس حكومه اقليم كردستان مو ابن الجلال امام جلال الله يرحمه قباط طالباني، يعني ما نضخم الموضوع بهذا الشكل. حقيقه هذا يحرفنا عن اصل الموضوع، احنا كنا هدفنا سواء اعلاميين او اكاديميين، هدفنا أن يكون عندنا وطن مستقر الناس يقدرون يعيشون وطن في ظل الفوضى. أستاذ محمد عامر الله يخليك، وطن لما نحتكم إلى نتائج انتخابات، مو لما نقعد بتوافق سياسي وإلك هذه الحصة وإلي هذه الحصة وإنت إلك هذه الحصة. هذا اللي يريد يبني وطن بشكل حقيقي. هل ما يحدث اليوم يبني وطن؟ انت تسمينا حصه، انا اسمي استحقاق، وانا هذا اختصاصي، يعني انا اسمي استحقاق انتخابي. وعندنا ديمقراطيه توافقيه، الديمقراطيه التوافقيه عندما تكون عندك في اي بلد مو بس بالعراق، الحكومه ما يستطيع يشكلها حزب واحد، يضطر الى تحالف لاكثر من حزب، مثلا الاحزاب المسيحيه تروح ويا الخضر، يعني ذلك يلعب دور في السياسة الخارجية لذاك البلد. كيف؟ لأنه هذا الحزب هو حزب صغير، لكن هناك اتفاق بين الطرفين. الألمان تخلصوا من النووي
بناء على تحالف موجود بين حزب الخضر والمسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين. زين حجم الخضر في ألمانيا أقل 7% مرات 9%. محمد والله اتفق وياك، سميه ما تسميه استحقاق انتخابي. تسمحي لي أنا طيب. يعني بحاجة إلى توضيح. نفس الأمر بالنسبة احنا دولة فيها أكثر من مكون، هذه المكونات لها خصوصيتها، جميع المكونات يجب أن تشعر بعراقيتها. أنا إذا ما موجود بغرفة القرار أنا التركماني أو أنا الكردي في غرفة صنع القرار، ما أشعر بانتمائي إلى هذا الوطن. من أجل الشعور بهذا الانتماء بهذا الوطن ولا أشعر بالغبن، يجب أن أكون أتفق في تماما فيما تتفضل به، لكن الاستحقاق التوافقي يجب أن يكون بمشاركة الجميع وليس كما جرى في فندق الرشيد. دعني أرحب بالسياسي المستقل الأستاذ فائق يزيدي، حياك الله عبر الهاتف. أهلا بك ست فرح وبضيوفك ومشاهديك الأعزاء. حياك الله. هل ما قام به اليكتي دستوري وقانوني في فندق الرشيد، قام بعزل بعض العرب والتركمان والبارتي؟ أريد أسمع وجهة نظرك أستاذ فائق. ست فرح، ما حصل لم يقم به اليكيتي ولم يقم به أي طرف سياسي، ما حصل قامت به الدولة العراقية. الحكومة الاتحادية راحت إنهاء هذه الأزمة. عنوان الأبرز لهذا الحل هو كركوك عراقية والعباس، يعني ذهبنا إلى أن نرسخ الهوية العراقية لهذه المدينة. هنا المفارقة والفرق كان كركوك منذ 8 أشهر انتخابات جرت بلا محافظ بلا مجلس محافظة. هذا عبث، هذا تلاعب بأصوات الناخبين، هذا تأخر في تقديم الخدمة للمواطنين. كركوك يجب أن يكون حالة حال بقية المحافظات، تتشكل حكومتها وتكون هذه الحكومة المحلية امتداد لحكومة الخدمة التي يقودها السيد محمد شيع السوداني. ما جرى كان ترسيخ هوية كركوك العراقية، ما جرى كان هو إخراج هذه المحافظة من السجال العقيم الدائر بين الكرد والعرب منذ عقود، بين من يقول هي كردستانية ومن يقول هي عربية. كركوك هي عراقية، عراقيتها هي التي فرضت على الجميع اليوم في فندق رشيد. ما جرى هو ترسيخ الهوية العراقية لهذه المدينة. ما جرى هل كان قانوني أن يعقد اجتماع ويختار فيه المحافظ في فندق الرشيد؟ طيب ليش مو بكركوك؟ طيب ليش مو باتفاق الكتل السياسية؟ يعني رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني قال توافق، طيب انتم ليش ابعدتوا هاي الجهات السياسية وانفردتوا بالقرار؟ ما حد ابعد احد، خبراء القانون يأكدون انها قانونية. التوافقية السياسية كانت خلال السنوات الماضية خنجر في خاصرة كركوك. كركوك بالتوافقية السياسية في 2017 في 16 أكتوبر واجهت مغامرة لإشعال حرب عربية كردية، حرب بين الكرد والشيعة، حرب بين بيشمركة الاتحاد الوطني والحشد الشعبي. كركوك سئمت من هذه التوافقية. كركوك اليوم وفق القانون والدستور ووفق قانون المحافظات ووفق قانون الانتخابات الجديد، ما جرى كان وفق القانون. الجلسة عقدت في بغداد، لم تعقد لا في أنقرة لا في طهران لا في أي مدينة خارج العراق أو في أي محافظة خارج طيب الدولة العراقية. حتى أفهم لما التركمان تحالفوا ويا البارتي وكان لهم النصاب وبعدين قيل لهم من قبل رئيس الوزراء يجب أن تذهبون إلى التوافق، طيب ليش في هذه النقطة أنتم موافقتم بالتوافق وهسه أنتم ما تعترفون بالتوافق؟ يعني هذا مو مغالطات أستاذ فائق؟ في الفرح المعسكر الآخر لم يحقق الأغلبية التي تمكنه لتشكيل مجلس المحافظة. لو حققها لما انتظر، حتى لما انتظر رئيس الوزراء لذهب وعقد في كركوك الجلسة ولا شكل الحكومة ولا كان أشبه بما حاول الحزب الديمقراطي أن يقوم به في تشكيل الحكومة الاتحادية حين انضم إلى الاتحاد الثلاثي وأرادوا الانقلاب على الشرعية الدستورية للدولة العراقية. بالتالي ما لم يحققوا أي أغلبية، لو حققوا ثقي تماما لكانوا ذهبوا إلى حل انفرادي وإقصاء الآخرين. اليوم لم يكن هناك تهميش لأي مكون، القانون واضح يؤكد على مشاركة طيب. الجميع، الكرد موجودون، العرب موجودون. طيب أستاذ فائق، حتى أفهم نقطة موجود. قبل انتهاء هذا الوقت هذا الملف، زين أنتم ليش ما دزيتوا على التركمان وعلى البارتي وعقدتوا جلستكم وإذا أنتم أخذتوا الأصوات انتهى الموضوع؟
اقصد ليش صارت خلصه؟ اكثر من يعني هو الحل جاء في اليوم الاخير للمده الدستوريه بعد عقد الجلسه الاولى امام الجميع 30 يوم. الحوارات كانت موجوده، مكتب رئيس الوزراء نفسه كان يطالب ذلك، الرغبه كانت ان يكون هناك توافق لكن هم لم ياتوا، لم يقبلوا بذلك. يعني انتم بلغتوهم وهم ما جوي؟ حتى افهم هذه النقطه، لان هذه النقطه كلش مهمه. هل تم تبليغ التركمان والبارتي وبعض الأطراف بالحضور إلى فندق الرشيد وهم مجوي؟ لو أصلاً هم ما تبلغوا. هم ما مجوي، هم مو ويا الحج. أي يعني أنتم بلغتوهم؟ أصلاً لو هم ويا الحج كان الجلسة عقدت طبيعية في كركوك. أي يعني هل تم تبليغ الأطراف؟ هم يردون بأربع مقاعد يحددون مصير. طيب، تم تبليغ الأطراف أستاذ فائق؟ قانونية، نعم. تم تبليغ الأطراف؟ اكيد تم تبليغهم، شلون ما تم تبليغهم؟ هم لم يحضروا لانهم حصل عليهم مثل ما صار ويا التحالف الثلاثي، فشلوا في تنفيذ مخططين، بالتالي اي هي هنا النقطة. التحالف الثلاثي استاذ فائق حتى الان لم تتجاوز الاطراف السياسية ما جرى في ذلك اليوم. شكرا جزيلا السياسي المستقل فائق يزيدي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا. استاذ محمد عامر، باختصار هل بالفعل تم دعوتكم لها وأنتم لم تحضروا؟ لاحظي أختي، رئيس السن يقول أنا ما بلغت. الآن ما يصير أجي أنا أقعد هنا وأقول لا والله بلغوا. نائبين العضوين الكرديين على القنوات التلفزيونية أكثر من قناة صرحوا بأنه لم يتم تبليغهم. ما يصير أنا أجلس هنا وأقولها. بالمناسبة سيدتي، يعني ما أعرف التحالف الثلاثي مؤخر نفس السيد مسرور بارزاني أرسل السيد نجيب فان بارزاني والحلبوسي إلى سيد الصدر. يعني حقيقة حتى في ذلك الوقت لم يكن هناك أي تهميش. وجه المقارنة أراه غير صائبا، لا أتفق معك في هذه النقطة. يعني آخر محاولة قبل أن يسحب السيد صدر السيد نجيب فان بارزاني والسيد حلبوسي ذهبوا إلى سيد الصدر يريدون أن يقنعونه بضرورة مشاركة. طيب، إذا أنت تقول أنها غير دستورية وأنها غير قانونية بنفس الحال كان على بطريقة. طيب، يقنع جميع الأطراف للمشاركة وعقد اجتماع بحضور الكل، لكن للأسف الأخوة تسرعوا وتسببوا في هذه الفوضى. وضحت الفكرة جدا. أستاذ نزار، هل بلغتم أنتم كتركمان؟ لو تم التبليغ كانت الجلسة أقيمت في مبنى مجلس محافظة كركوك، ما كانت أقيمت خفية وخلسة في منطقة الرشيد. لم يتم التبليغ. وين أقيمت؟ أقيمت في مدينة عراقية أستاذ نزار. وشنو يعني؟ ليش لا؟ ليش ما يقيموا في محافظة كركوك؟ شنو المبرر القانوني لإقامة يعني احنا نترك المؤسسات الحكومية ونقعد الاجتماعات ونطلع قرارات سياسيه؟ المشكله وين من الاجتماع؟ من الفنادق السياحيه هي هاي. هذه مو مشكله لنتجاوزها كما تجاوزنا الكثير. انتم كمكون بلغتم؟ لا، لم يتم تبليغنا. هي هذه هنا النقطه، لم يتم يعني تبليغنا. هسه انت تقول ان هذه الجلسه اقيمت خلصه وما حد بلغكم باي شيء. اذا رئيس السن يعني ما عنده علم، المفروض هو اللي يدعو لعقد الجلسه. على ما جرى ايش راح تتخذون خطوات؟ احنا اشتكينا لدى المحكمه الاتحاديه وقدمنا الطعون بالخروقات اللي شابت الجلسه الاخيره. احنا لا نعترف بهذه الجلسه ولا بمخرجاتها. غدا في محافظه كركوك في الساعه 6 عندنا مظاهره لرفض امام مجلس محافظه كركوك لرفض قرارات ومخرجات الجلسه. أستاذ محمد عامر، باختصار شديد، شنو ردة فعلكم على ما جرى حول انتخاب المحافظ؟ شنو إجراءاتكم القانونية اللي راح تتخذوها؟ الإجراءات القانونية حقيقة قامت بها الأطراف الأخرى، وأتوقع كشخص أن يكون قرار المحاكم المختصة في صالح المعترضين. بتصوري الحل الأمثل والأفضل أن يدعو حكماء الاتحاد الوطني الكردستاني جميع أخواتهم من جميع المكونات ومن جميع الأحزاب الجلوس مع بعض، وأن يكونوا تتمة لمحاولة السيد شياح السوداني الذي كان منهمكا ومشغولا بأمر
توحيد الصفوف وتقييم وجهات نظر الكركوكيين بجميع كتله. نعم. التحالفات. شكرا شكرا جزيلا البحث الأكاديمي الدكتور محمد عامر الديرشوي، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. الشكر موصول لعضو الجبهة التركمانية الأستاذ نزار كوفلو، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ملفنا الثاني راح يكون عن مراجعة وتدقيق مجلس محافظة بغداد لعقود المشاريع في العاصمة، وذلك بسبب وجود شبهات فساد وحالات سلبية في بعض الدوائر التنفيذية. راح نفتحها وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. الكشف عن ملفات فساد في بعض الدوائر التنفيذية من قبل مجلس محافظة بغداد. وأوضح المجلس من خلال استمرار الدور الرقابي في متابعة الدوائر الحكومية، تم تشخيص تقصير في أداء بعض المدراء التنفيذيين، مما أدى إلى إعفاء بعضهم واستجواب البعض الآخر، مع إحالة عدد من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة. حاله قسم من مدراء وموظفي الدوائر الخدمية والدوائر الأخرى إلى هيئة النزاهة الموقرة، اللي احنا نشيد حقيقة انه شفنا إداها أمام الملأ، جاي تاخذ الأمور بمعيار جاد وجاي تشخص انه هذا الفاسد فاسد حقيقي وفق الأدلة وفق البيانات. ويتطلع مواطنون إلى بعض الدوائر التنفيذية في العاصمة التي تنفذ مهمها بشكل بطيء من قبل بعض الموظفين، مما يؤثر سلبا على خدمة المواطنين والعمل الحكومي بشكل عام، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الحالات السلبية، فضلا عن استمرار الدورة الرقابية في جميع الدوائر الحكومية. كل دائرة طبية يعني ما تخلى من عمليات فساد من قبل الموظفين ومن قبل بعض المحتوبين اللي يعقبون المعاملات ويروجون المعاملات حتى يعني يسهل من العمليه مال اللي شلون تقول انه الموظف يحاول انه ياخر المعامله في سبيل الحصول على اموال، هاي الامور اللي عانينا من عندها. بعد اعفاء عدد من المدراء التنفيذيين في الدوائر الحكوميه، مجلس محافظة بغداد يشن حملة لمكافحة الفساد بجميع دوائر العاصمة لتعزيز الشفافية في العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ نزار السلطان، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دعنا بداية نتحدث عن تقييمكم لواقع الإدارات المحلية والمشاريع في بغداد، شلون نشوفها؟ شكرا لكم ولمشاهدي قناتكم. حقيقة موضوع مشاريع المنفذة أو التي تنفذ في مدينة بغداد مؤكد أنها لا تفي بمتطلبات احتياج المواطن في بغداد. هناك عجز كبير في أغلب مشاريع البنى التحتية للعاصمة، وقيام مجلس الوزراء بتبني حزمة من المشاريع فك الاختناقات لعله أمر يعني إيجابي إلى حد ما، وقد يكون يخفف العبء على الحكومة المحلية وعلى المواطن في المرحلة القادمة. ولكن مؤكد هذا العمل الضخم يتعرض إلى انحرافات سواء بالتنفيذ أو ب يعني سلوكيات العمل. والسبب الرئيسي حسب معرفتنا وتجربتنا في مجالس المحافظات أنه الجهاز الرقابي بشكل عام تعرض إلى ضربات إدارية قاسية، ومن أهمها وأهم ضربة تعرض إلى الجهاز الرقابي في عموم العراق هي إلغاء دوائر المفتش العام. الجهاز الرقابي في العراق يرتكز على ثلاث مؤسسات: ديوان الرقابة المالية، دائرة المفتش العام، وهيئة النزاهة. دور المفتش العام هو دور الرقابة الاستباقية، يعني أن يمنع حصول الانحراف قبل هدف المفتش العام. أنا أعتقد صار لعله بعض للأسف هو قرار سياسي غير مدروس، أصبحت هذه المؤسسة بسبب عدم يعني الاهتمام بها بشكل جدي وضع لها المعايير، ولعله ربما بعض المفتشين
انحرفوا عن مسارهم، لكن هذا مو سبب. كان لا 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 كلش هذا السبب. أنا أقول أنت تعرف في هذه النقطة، وحضرتك عضو سابق في مجلس محافظة بغداد، تعرف أكو بعض المفتشين قبلوا الرشوة أقول هذا مشاريع متلكئة من ترتشي. أقول من ترتشي مؤسسة مو ألغيها، يعني اليوم إذا ارتشت وزارة الداخلية ألغي وزارة الداخلية مثلا، أقول هذا مو عذر أنه نجي نلغي مؤسسة. عندك ديوان الرقابة المالية، ديوان الرقابة جهة، ديوان الرقابة تطي مؤشر ما بعد الحدث، يعني ما بعد التنفيذ تطي مؤشرات. زي الانحراف ياخذها المفتش العام إذا كان فعلا جاد وعنده إطار صحيح وراسم طريقة عمله ونزيه، بموجب المؤشرات اللي يطيها ديوان الرقابة المالية يصحح الخطأ ويتفادى حصوله. أما أن أجي ألغي مؤسسة مهمة، ركن يعني من أهم الأركان الثلاثة لمكافحة الانحراف والفساد بطريقة إلغاء، أنا أعتقد هاي القصة رجعتنا يعني كثيرا إلى الوراء. وبالنتيجة اليوم أصبحت لجان النزاهة في البرلمان وفي مجالس المحافظات تأخذ دورها كأنها دور مفتش العام، وهذه أيضا عبء إضافي يضاف على عضو مجلس محافظة، لأنه لجنة النزاهة في مجلس محافظة وفي البرلمان ما تمتلك الأدوات الوظيفية اللي يمتلكها أو تمتلكها دائرة المفتش العام، ولا الخبرات التراكمية الموجودة على دائرة المفتش العام. بالنتيجة ما راح تفي بالغرض، وراح تبقى القضية في سجال مستمر، وقضية الفساد تنطرح. شيء جيد أنه المحافظة الدورة الجديدة، في كل دورة جديدة شيء جيد أنه مجلس محافظة يراجع كل المشاريع. وشنو فائدة يراجع كل المشاريع إذا ما كانت عنده صلاحيات؟ هل اليوم أعضاء مجلس محافظة بغداد يتمتعون بصلاحيات كافية للسماح لهم لمتابعة المشاريع المتلكة؟ كل الوظائف بيد مجلس المحافظة، كل الوظائف المحلية. أي واحد يقول ماكو عنده صلاحية، لا مو صلاحية، عنده وظيفة كاملة. مو صلاحية، صلاحية تروح تأخذ وترجع، عنده وظيفة كاملة. نقلنا مئات الوظائف من ثمان وزارات اتحادية فككناها لصالح المحافظات، وتعمل يعني أنا أعتقد البعض منها وصل إلى نسبة 100% من الوظائف، البعض بعد يراوح على 50%، بس الوظائف فككت من 2015 وتم انتقالها بشكل كامل بحلول عام 2016. اشتغلت عندنا وظائف كثيرة اتحادية في ثمان وزارات مهمة، وكل الوزارات اللي نقلنا وظائفها هي وزارات خدمية. بالنتيجة اليوم المطلوب أنه عضو مجلس المحافظة يكون عارف بمساحة عمله، عارف بوظيفته، يعني من وجهة نظرك الأعضاء الجدد عندهم هذه الخبرة، عندهم هذه الدراية بعملهم بصلاحياتهم؟ مؤكد الجدد منهم ما يمتلكون هذه الخبرات، وهنا دور الجهات الرقابية أو المؤسسات التخصصية أنه تقيم ورش عمل. عندنا بوزارة التخطيط معهد متخصص، عندنا يفترض أكو هيئة تنسيقية عليا يفترض أن تأخذ دورها في تدريب وتأهيل بعض اللجان أو بعض المؤسسات المحلية. وأعتقد هذا الموضوع ما يأخذ معنا وقت كثير، لعله أشهر بسيطة ممكن أن مجلس محافظة يمتلك كل أدواته يعني المعرفية لأداء وظائفه باتجاه الرقابة والتشريع المحلي والتصدي للفساد الموجود. طيب. بعد إحالة عدد من ملفات المشاريع لهيئة النزاهة لوجود شبهات فساد وإعفاء بعض المسؤولين، هل إعفاء اليوم كافي؟ يعني كعقوب والله أنا أعفي واحد متسبب بتلكؤ مشاريع أو فاسد، هذا العقاب أنا كافي؟ أقول الإعفاء قبل صدور أحكام قضائية أيضا هذا أمر يعني غير مقبول ومجحف في بعض الأحيان، ولعله يفسر سياسيا إذا ما يكون القضاء كلمة نهائية. قضية إعفاء مدراء بهذه الطريقة أنا أشوفها يعني خطوة مستعجلة أو متسرعة، وقد ترتد على مجلس المحافظة نفسه، وكثير ما ارتدت مثل هكذا قرارات. يعني المتضرر راح يشتكي المحكمة الإدارية، وبعد أن تحققت المحكمة أنه ماكو أي شبهات فساد رجعوا بقرار قضائي، وبنتيجة أصبح يعني المتسبب بهذا الموقف هو في وضع الحرج. يعني مجلس محافظة أو اللجنة أو الجهة الرقابية اللي وصلت الأمور لهذا الحد
فأتمنى أنه عمليات الإقالة والتبديل تكون على أساس مدروسة، وإذا كانت بها التهم وفساد يفترض أن تستند إلى قرار قضائي. نعم، رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد الأستاذ رائد الهماش سينضم إلينا عبر الهاتف. حياك الله أستاذ رائد. حياكم الله، الله يحفظكم ويحفظ هذه القناة وقناتكم الموقرة. أهلا وسهلا. مجلس محافظة بغداد أحال عقود المشاريع للنزاهة لوجود شبهات فساد كبيرة جدا، أنتم كجهة رقابية وكجهة نزاهة ماذا شخصتم في هذه العقود؟ ماذا سيكون إجراءكم كحكومة محلية في حال ثبت التقصير لدى بعض الإدارات؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم ولقناتكم ولضيفكم الكريم ويوفكم الكرماء. أهلا وسهلا. حقيقة بدأنا في مجلس محافظة بغداد منذ 6 أشهر بالعمل في تشكيل اللجان، وشكلنا اللجان بفضل الله عز وجل، وأنيطت إلي مهمة لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد لمتابعة كل قضايا النزاهة. إلى الآن نحن لم نصل إلى يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ رائد، سيحاول الأخ الاتصال به من جديد. إذن دعنا نتحدث عن عمل مجلس محافظة بغداد السابق، إلى أي مدى أخفق في تحقيق واقع جيد للخدمات في بغداد؟ يعني الدورة الثالثة لمجلس المحافظة اللي أنا كنت فيها ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي على مدى أكثر من 6 سنوات، أنا أعتقد تقييمها صعب جدا لسبب واحد، أنه إحنا 2013 دخلنا شكلنا حكومة بغداد، 2014 صارت قضية داعش، انهارت المحافظات. نعم. صدر قرار مجلس الوزراء أعتقد رقمه معروف 300 و600، المهم اللي بموجبه تم إيقاف 9000 مشروع خدمي في كل العراق، وبغداد وحدها بحدود 800 إلى 900 مشروع توقفت بالكامل، يعني تمويل ماكو. وبقينا يعني اكو كانت فلوس ممنوحه لمجلس محافظه بغداد وراحت لهم اصلا؟ لا لا لا، اصلا ما استلمنا بعد، هو 13 14 ما صارت موازنه، وبقينا من 14 الى ان انتهت دورتنا اي مبالغ اي موازنات ماكو، الوضع المالي ما يتحمل، موازنات بسيطة جدا يعني لا تتعدى التشغيلية وتكميلية لبعض المشاريع الملحة. هذا ما يقدر، يعني ما نقدر ننطي يعني فد بعد تقييمي للمجلس المحافظة أو الحكومة المحلية. بعد 2019 اجت موازنات، يعني ممكن تقيم المحافظة مو مجلس محافظة، بين 19 وبين 24 جت موازنات وصار عمل بالمحافظة. هاي الفترة ماكو مجلس محافظة يراقب، وبقت الحكومة التنفيذية بمحافظها فقط هي اللي تستلم وتنفذ مشاريع. نعم. فبالنتيجة أنا ما عندي فكرة عن هذا المقطع شنو تقييمه وشنو مستوى الأداء مالته. نعم أستاذ رائد حياك الله من جديد، نحن نعتذر ولكن الاتصال انقطع، ممكن تكمل كلام حضرتك؟ تفضل. يا الله شكرا جزيلا لكم، يظهر الشبكة هم مزيانة سبحان الله. ولا يهمك. الموضوع الآن حقيقة نحن حقيقة في لجنة نزاهة بغداد هنالك ملفات كثيرة وكبيرة في محافظة بغداد التي تخص الحكومة السابقة من فساد ومن اختلاسات ومن ملفات ضخمة جدا حقيقة وردتنا ونحن في لجنتنا، إلى الآن لم نعمل عليها بصورة لأنه بدأنا مجددا، عملنا على أنه ورشات عمل بيننا وبين هيئة النزاهة المركزية لغة في هيئة النزاهة حتى نعرف كيف أنه نتحكم بهذه الملفات بصورة صحيحة. إيه أستاذ رائد، يعني هسه حضرتكم لقيتوا ملفات فساد في الحكومات السابقة، طيب هل من الممكن أن تستندون إلى قرارات إعفاء مثلا أو حتى اتهام بدون أدلة بدون تحقيقات مباشرة؟ يعني اليوم المواطن من حقه يعرف ماذا حصل، وين هذه المشاريع، لأنه هسه أنا فهمت أنه
ماكو فلوس دفعت للحكومات المحلية بسبب دخول داعش، وأنتم اليوم تحققون في ملفات فساد كبيرة، طيب وين الفساد؟ نعم نعم نعم، ملفات الفساد التي توجد الآن في الحكومات المحلية السابقة، هنالك ملفات مثل ما تفضلتي موجودة، ونحن لا نستطيع الآن أن نبيح بتلك الملفات إلى أن ينتهي التحقيق من تلك الملفات حتى تظهر على الإعلام بصورة مباشرة. العمل السابق بعدم وجود مجلس محافظة وبعدم وجود رقابة حقيقية للحكومة المحلية، هنالك كثير من الأمور التي حدثت، والآن يعني هيئة النزاهة والمحكمة محكمة النزاهة حكمت أكثر من شخصين على قضايا واضحة وعلى الهدر بالمال العام في محافظة بغداد، ونحن مستمرون بصراحة بهذا النهج حتى نصل ونعلن بصورة علنية ما الذي جرى في المرحلة التي مضت. شكرا جزيلا رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد الأستاذ رائد الهماش، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذن أستاذ نزار، هنالك فساد، أكو فلوس انسرقت، اليوم أكو شخصين يعني قضتهم المحكمة بتهم فساد واضحة وصريحة، طيب شلون ما استلمتوا فلوس وشلون أكو فساد وهدر للمال العام؟ يعني أعتقد أستاذ رائد يتحدث عن الفترة ما بين 19 و24 اللي هي تخلو من وجود مجلس محافظة، وإن وحتى لو كان في مرحلة وجودنا إحنا، أنا لا أنكر أنه لا يوجد فساد أطلاقا، الفساد يعني مستشري في دوائر تنفيذية، وعملية الضبطة تحتاج إلى أدوات حقيقية، أدوات متمكنة. نزار، شلون يصير الفساد؟ يعني هل تيجي جهاز سياسية تبتز المسؤول في منصبه، أو مثلا الساومة، أو العقود مثلا يجيكم تليفون يقول لك لازم تمشي هذا العقد باسم الجهة الفلانية؟ أنا أعتقد معظم الفساد اللي يصير سبب هذا اللي طرحتيه أنت، يعني أكو ضغوط سياسية، وأكو محاولات لإحالة المشاريع بطريقة غير مشروعة، ونلاحظ الفترة الأخيرة يعني الظاهرة اللي استشرت حتى في الدوائر الاتحادية أنه قلة المناقصات، يعني أغلب المشاريع تحال بشكل مباشر بدون لجوء إلى المناقصات، وهذا خلل جوهري. تحال المشاريع بدون مناقصات طبعا إلى جهات متنفذة طبعا، تنفيذ مباشر بحجة أن حصول على قرارات أو موافقات من وزارة التخطيط بإحالتها بالتنفيذ المباشر لأسباب هم يعللوها طبعا من الناحية العملية والعلمية والمعيارية، الأسباب واهية وغير مقنعة. الذهاب بهذا الاتجاه للأسف أصبح كأنه سياق عمل، وهذا خطر جدا طبعا على، لأنه يسبب استحواذ للمشاريع لجهات محددة، بالنتيجة هذا بحرمان من فرص التنافس باحتكار، وهذا ضد. أخو هي واضحة تروح لجهات سياسية. يعني هذا الكلام دقيق وصحيح اللي تفضلت به، فعلا لولا يعني تدخل بعض المتنفذين السياسيين في هذا المجال ما يوصل الفساد إلى هذا المستوى من الاستشراء في مؤسسات التنفيذية. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر، عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ نزار السلطان، حياك الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إلى هنا نأتي إلى ختام حصادنا لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.